اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين، ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نتحدثوا على تطبيق سويت كوين اللي هو تطبيق المشي اللي تشهر كالنار في الهشيم مده التالي. باش نتعرفوا على جديد هذا التطبيق، العملات اللي جمعناها بطريقه مجانيه ان شاء الله في المستقبل تتحول الى عملات رقميه. كل هذه التفاصيل ان شاء الله نكتشفوها في هذا الفيديو، بالاضافه الى ما تصبح عمله رقميه باش نشوفوا كيف نسحب من هذا التطبيق، يعني الطرق الموجوده في هذا التطبيق. نشتركوا في القناه، نفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت من قناه عالم امين، واللي عنده استفسار وتساؤل يجي متواصل معنا على صفحه رسميه خاصه بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام. الان نتوجهوا للشرح. هذا لوجو بطبيعه الحال، لوجو التطبيق الشهير، وان شاء الله تلقاو رابط التسجيل في هذا التطبيق اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كنت انا كاتب مقالة على هذا التطبيق، كذلك تلقاو رابط التحميل في صندوق التعليقات في اول تعليق مثبت. معلين ان نضغطوا على بطبيعة الحال اللوجو باش ندخلوا الى حسابي الان. بعد هذا رصيدي بطبيعة الحال كما قاعدين تشاهدوا اصدقائي في هذا المكان، ايرننت فري كريبتو سويت سويت، يعني من اسم العملة ضغطنا على سينياب. كما قاعدين نلاحظوا اصدقائي هذه يقول لك this summer، يعني في الصيف. العملات اللي احنا موجودة عندنا في التطبيق وجمعناها بالمشي ومشاهدة الاعلانات والعديد منها ورابط الاحالة كذلك باش تتحول الى عملة رقمية في الصيف، ولهذا كما قاعدين نشاهدوا رمز او اسم العملة سويت، مش سويت كوين، الان سويت. نضغط على learn more بطبيعة الحال، هوني يقول لنا معلومات اخرى على النيو كريبتو كارنسي الخاص بهم، وهذا اللوجو الخاص بالعملة الجديدة الخاصة بهم، والقيمة باش تكون العملة هذه بالمشي. الناس اللي محملة التطبيق هذا عبر المشي باش يصبح عنده عمل، باش يصبح عنده قيمة. ما نعرفوش تفاصيل كثيرة على هذه العملة الجديدة. على العموم احنا باش نقوموا بالعمليه هذه وننتظروا ان شاء الله. معلين تضغط على نيكست، نستمر في هذه الخانه اصدقائي. كذلك كما قلنا هذا رمز القديم للسويت كوين اللي هي ماهيش عمله رقميه وماهيش كريبتو كرنسي، وباش يصبح هذا الرمز الرسمي الخاص بالعمله. كما قاعد تلاحظوا اصدقائي سويت كوين، واحد سويت كوين تساوي واحد سوات، ويور بالانس البالانس الخاص بي 838. كذلك نضغط على نيكس ونستمر اصدقائي. بعد ذلك ثم تفاصيل عديده نقدر نكتشفوها بعد، نقدر نكتشفوها في المستقبل ان شاء الله. نستمر اصدقائي، بعد ذلك تضغط على جيت يور وولت، ما علينا الا نعمل الوولت الخاصه بهذه العمله، وفي الصيف ان شاء الله نشوفوا كيف نستغل هذه العملة في المستقبل ونشوفوا تفاصيل عديدة لهذه العملة. بطبيعة الحال البريد الالكتروني تلقاه في هذا المكان اللي انت سجلت به في التطبيق. في هذه الخانة مع تتوافق على كل الشروط، وهنا تأكد كونك ماكش من الولايات المتحدة الأمريكية وماكش من الصين وإلا من أندونيسيا ولا من باكستان، وتضغط على say more مع يمكن البلدان المحظورة من هذا التطبيق. احنا من دون ما ثبتنا نضغط على هذا المكان وتضغط على send my the code. الان باش يرسل لنا كود في البريد الالكتروني اللي احنا سجلنا به وحملنا به تطبيق سويت كوين. نتوجه للايميل الان وباش ننسخوا الكود اللي هو ارسل هنا باش يوصل على الفور بطريقه مباشره. كما قاعدين ثلاثه اصدقائي نضغطوا على هذا الايميل والبريد الالكتروني اللي وصلنا منذ قليل، وباش ننسخ الكود اللي هو هذا اكتيفيشن كود، ننسخه ونخليه في المكان المناسب بطبيعه الحال باش نفعلوا الوالت الخاصه بنا. تضغط على جيت مور سويت باش نشوفوا طرق الربح نفس الطرق اللي باش نربحوا منها من سوايت كوين. كما قاعدين تلاحظوا اصدقائي ما علينا الا ننتظروا الصيف ان شاء الله.
باش يتم انشاء يعني انشاء العمله الحديثه هذه، ونتمنى وان شاء الله تكون عمله ممتازه ونلقاها في منصات تداول كبيره ونقدر نحولها لليوز دي تي على سبيل المثال ان شاء الله. اذا هذه طرق الربح. كما قاعدين ثلاثه اصدقائي منذ البدايه هذا التطبيق كنت مع تتحرك وتمشي 1000 خطوة تربح، لكن في معناتها يمكن تحديث جديد يلزم تمشي 10000 خطوة باش تربح 9.5 أسويت، وني كذلك تقدر تضاعف أرباحك وكما قاعدين نشاهدوا الدبل يعني ضاعفها مرتين. هوني أد فريند يعني رابط الإحالة وتربح 5 أسويت، كذلك هوني البريميوم أنا شخصيا ما جربتهاش، وثم الديلي ريورد إنك معناتها تعمل 1000 خطوة يوميا ويتحلوا لك 3 إعلانات تقدر تشاهدهم وتربح أنت وحظك من 0 إلى 1000، من 0 إلى 100 على ما أظن. نضغط على الديلي ريورد الآن باش نشوفوا الإعلانات، هما 3 إعلانات يومية يلزم تعمل 1000 خطوة ليها، مش كبيرة الحقيقة، في وقت قصير تقدر تنجزها. كما قاعدين ثلاثة أصدقائي هذه الإعلانات 3 إعلانات، تضغط على ريكاب معناتها ريكوبيري تقدر تربح من 0 إلى 1000 مش 100، احنا أنا قلت 100، هذا الإعلان الموجود الموقع يربح من هذا الإعلان وإحنا ربحنا 0.2 الآن. نشاهد الإعلان الثاني والإعلان الثالث وتحصلنا على هذه النقاط، ما علينا إلا نجمعوا هذه النقاط. ثم طريقة، إحنا توا إحنا تحدثنا كونه العملات اللي عندنا هذه 840 أنا حاليا إن شاء الله في الصيف تتحول إلى عملة رقمية، وبالتالي نحاولوا نغيروها إلى USDT ونعولوها إلى دولار، وبالتالي استفدنا من هذه العملات. كذلك ثم طريقة أخرى، ثم ناس تشتري هذه العملات يعني يتحولوا لهم العملات ويرسلوا لك رصيد باير على سبيل المثال، وقال رصيد باي بال موجود عبر الفيسبوك، الناس تشتغل هذه العملية. أنا شخصيا ما جربت وما بعت لحتى حد وما شريت من حتى حد، لازم تلقاو أشخاص موثوقين. أنا متواصلت مع شخص لكن ما الحقيقة ما عملتش تجربة عملية، إن شاء الله نحاول نجرب ونقول لكم الشخص الموثوق هذا، وكان أي شخص يحب يبيع العملات هذه نقول له على الشخص هذا، أنا شخصيا ما جربتش، إن شاء الله يكون ثقة. على كل هذه الطريقة الثانية يعني أنك تبيع النقاط الموجودة عندك. بالنسبة ثم طريقة أخرى باش تربح النقاط، واللي هي كما قاعدين ثلاثة وضغطنا على هذا اللوجو، لوجو متاع الشخصين يعني رابط الإحالة. رابط الإحالة أنا شخصيا عندي 40 شخص سجلوا من رابط الإحالة الخاص بي، تضغط على كوبي لوليا عندي 40، وكل شخص ربحت 5 سويت كوين. نحب نشكر أي شخص اشترك عن طريقي. الطريقة الثالثة واللي هي باش تسحب أموالك، انك تدعو 100 شخص على الاقل باش تربح 10 دولار تخرجها باي بال، والنقاط هكما يتحولوا كذلك دولار في صورة ما انت جبت 100 احالة، كذلك تربح 100 دولار في صورة ما جبت 1000 شخص على ما اظن، وهذه التفاصيل الموجودة كما قاعدين اتراوها اصدقائي. تقدر تربح اكثر 250 وحتى 1000 دولار، يعني ارقام خرافية وارقام كبيرة، يلزم يكون 25 دولار أصدقائي مش 250، لكن توصل حتى 1000 دولار. ما عليك إلا تضغط على شوب هذه كما قاعدين تلاحظوا اللوجو باش نشوفوا الطريقة أصدقائي. نضغطوا كما قلنا الشوب، وهذه الحاجات الموجودة في التطبيق هي يصير تحديثات عليها، معناتها كل مرة يجيبوا يعني منتجات. اللي نعرفه أصدقائي المنتج اللي باش تشتريه بالعملات اللي عندك العملات المجانية يمكن ما توصل، معناتها في أغلب الأحيان المنتوج الملموس ما يوصلك مثل ساعة مثل الحاجات هذه، ويزيد تدفع مع التفيس تدفع عمولة واقتطاعات باش يوصل لك، والأكثرية ما يوصلكش. لذلك اللي يحب يشتري يشري كورس، يشري حاجات ديجيتال حاجات غير ملموسة، وثم عروض مستمرة وعروض ممتازة جدا، كذلك حتى عروض باي بال يعني انك تحط تعطي نقاطك ويوصلوا لك باي بال. هذه مثل العروض أصدقائي أنا شخصيا ما جربتهاش، اللي يحب يجربها له ذلك. كان هذا شرحنا التطبيق سويت كوين، وإن شاء الله تصبح عملة رقمية، وإن شاء الله نحاول نسحبه من هذا التطبيق الكبير اللي كان نار في الهشيم. يعني أنت شر بصفة كبيرة
ان شاء الله نستفيدوا منه اصدقائي. الله يوفق الجميع، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات قادمه تخص العمل والربح من الانترنت من قناه عالم امين. اللي عنده استفسار تساؤل اي مقترح، انا موجود في جميع مواقع الاستماع، في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا. الى اللقاء.